كثيرة جدا. خلونا نذهب إلى أوكرانيا ونشوف أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا، ومعنا من كييف الأستاذ علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير حضرتك يا فندم وعلى مشاهدينا الكرام. اهلا بيك. قول لي اولا، مع زياده التوتر بقى الروسي الاوكراني وحلف الناتو وكل هذه التوترات ويعني طبول الحرب التي تقرا في كل مكان، اولا كلمني عن الجاليه المصريه، عددها قد ايه؟ بيشتغلوا فين؟ حجم عدد الطلبه قد ايه؟ وموجودين فين؟ والله حضرتك احنا تقريبا عندنا عدد الجاليه مش كبير قوي، ما بين 5000 ل 6000 ما بين طالب ومقيم. عندنا نسبه الطلبه طبعا نسبه كبيره جدا، حوالي يعني فوق 60%. بالنسبه للاوضاع حضرتك اللي موجوده دلوقتي، زي ما حضرتك شايفين في طبعا تصريحات من دول كثيره، طبعا مش هنخش في التفاصيل معاها، ولكن بالنسبه للجهات المصريه ما فيش اي حاجه جات لنا من مصر. في تعاون مع السفارة المصرية في كييف بعمل حصر شامل لجميع المواطنين الموجودين في أوكرانيا، وبالأخص المدن اللي موجودة فيها الصراعات حاليا. وفي طبعا تعاون مباشر مع مكتب معالي الوزير نبيل مكرم طبعا بكل الثورات اللي بتحصل أول بأول، وعملنا طبعا جروبات وجوجل فورم عشان نبدأ نعمل حصر دقيق جدا للاماكن وسرعه التواصل لا قدر الله في حاله حدوث اي شيء، وان شاء الله ما يكونش في حاجه. الموجودين، العدد اللي موجود في المناطق اللي هي قد يحدث فيها نزاع، قد احنا طبعا ده كله برضو لسه النهارده كان في مكالمه بين بوتين وبايدن، المكالمات بين رؤساء الوزراء، بين رؤساء الوزراء الخارجيه ماكرون، يعني في العالم كله يعني بتتصاعد فيه الاصوات عن الحرب، ولكن عدد المصريين الموجودين في مناطق المتوقع اللي هو ربما اذا ما حدث نزاع يكون في هذه المنطقه قد ايه يا استاذ علي؟ يعني حضرتك ما يقرب فوق اكثر من 2000 طالب. دول الطلبه طبعا اللي موجودين في الاماكن دي، اكثر كميه موجودين هناك طبعا، اللي هي المدن اسمها ايه يا استاذ علي؟ حضرتك في دانيسك، لوغانسك، في بعد كده ماريوبل، خاركوف، دي المدن اللي هي الكبيره، وتابع لها مدن صغيره زي كرماتورسك، سلافانسك، مدن يعني ما يقرب من 3 مدن كبيره، وتابع ليها حوالي كمان 4 5 اماكن يعني شبه مدن كبيره. طب هل مثلا السفاره بلغتكم انكم تكونوا ستاند باي مثلا، حتى لو جت، عشان لو جت تعليمات، يعني حتى الان لا توجد تعليمات مصريه ولا تصريحات مصريه؟ اخر تصريح من السيد وزير الخارجيه النهارده اننا مصر تنظر بقلق وتتمنى حل المشكله بالطرق الدبلوماسيه، فهل السفاره قالت لكم حاجه ولا يعني انتوا بس عملتوا جروبات عشان تبقوا جاهزين؟ لا، السفاره لغايه حضرتك دلوقتي ما بلغتناش باي حاجه، ولكن احنا بقالنا اكتر من يعني داخلين على اكتر من شهر بالتعاون مع السفاره، وهما كمان السفاره سياده السفير ايمن الجمال نزلوا على صفحه السفاره طبعا برضه بعمل حصر ليهم، واحنا كمان عملنا حصر بعدد كبير جدا من الطلبه بالتعاون مع السفاره طبعا. طبعا فعلا عدد الطلبه كبير هناك المصريين، حضرتك بتقول حوالي 2000 من الطلبه، هل مثلا اهالي الطلبه ابتدوا يرجعوهم ولا الطلبه مكملين والدراسه عاديه؟ والله حضرتك طبعا اولياء الامور طبعا في نسبه قلق كبيره جدا، احنا متواصلين معاهم، عندنا في اداره الجاليه في عدد كتير جدا من يعني من الشباب متواصلين دايما بصفه مستمره على التليفون الشخصية وعلى التواصل الاجتماعي عشان بس يطمنوا أولياء الأمور، لأنهم طبعا قلقانين جدا، بس إن شاء الله يعني نعمل ما يكونش في حاجة في الفترة الجاية، وندعو من الله يعني الأمور تعدي على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أنتوا مش قلقانين ولا قلقانين؟ لا إحنا مش قلقانين، لا مش قلقانين، أنا مش عايز، أنا عايز أطمن أولياء الأمور ما فيش حاجة لغاية دلوقتي يعني ظاهرة خالص. السفارة المصرية كمان بتطمنا لو في اي حاجه احنا جاهزين، يعني في خطه كمان لو في لا قدر الله حصل حاجه، وده سؤال، في خطه موجوده، في خطه يعني لا قدر الله حصل حاجه في خطه للاجلاء، في خطه للاجلاء، وفي زي ما قلت حضرتك في تعاون مباشر مع مكتب معالي الوزيره والسفاره المصريه في كييف، بس طبعا يعني حاطين خطه من فتره ان شاء الله، لذلك احنا قررنا نعمل حصر دقيق للناس
بحيث لو في يعني في حاجه ان شاء الله يكون في سرعه للاجلاء في الماضي ان شاء الله باذن الله. يعني نتمنى انه ما يحصلش اي حاجه. شكرا ان شاء الله يا فندم. استاذ علي فاروق رئيس الجاليه المصريه في اوكرانيا. ليه بنتكلم على اوكرانيا؟ يعني اكيد الناس كلها سامعه الانباء عن التصعيد ما بين روسيا واوكرانيا ودخول الناتو على الخط ورفض روسيا ان تنضم اوكرانيا الى حلف الناتو ومكالمه بين بوتين طبعا يعني توتر بين روسيا وامريكا ومكالمه طويله 62 دقيقه بين بوتين وبايدن النهارده الرئيس الروسي والرئيس الامريكي. وبايدن قال انه يعني نحن جاهزون لاي كل السيناريوهات، نفضل السيناريو الدبلوماسي ولكن جاهزين بالعقوبات وجاهزين بكل السيناريوهات. في تصعيد عموما في الأجواء كده، عدد من الدول حذرت من العربية والأجنبية حذرت رعاياها من السفر إلى أوكرانيا، وعدد من الدول الأخرى سحبت رعاياها من أوكرانيا. مصر تنظر بقلق زي ما قال السيد وزير الخارجية وتتمنى حل المشكلة دبلوماسيا، ولكن لم يصدر من مصر أي تعليمات بشأن الجالية. خلوني أقول إن أهمية أوكرانيا بالنسبة لنا حاجتين كمان. مصر مستورد رئيسي للقمح من أوكرانيا. أوكرانيا هي يعني أكبر من أكبر الدول المصدرة للقمح، 18 مليون طن تقريبا في 2020. مصر ده خامس أكبر مصدر في العالم للقمح. مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، أكتر من 3 مليون طن في العالم، 14% من إجمالي الاستخدامات. وأيضا طبعا بنقلق علشان السياحة، يعني بنقلق على القمح وبنقلق على السياحة أيضا، لأنه السياحة الأوكرانية عوضت غياب السياحة الروسية لفترة. طبعا ابتدينا نشوف السياحة الروسية خلاص بعد القرارات الأخيرة للرئيس بوتين، ولكن السياحة الأوكرانية كانت بتمثل جزء كبير، حوالي 20% 2020 حوالي 21% من السياحة المصرية، عفوا من السياحة الواردة إلى مصر كانت من أوكرانيا. فنتمنى أنه الوضع يعني من السياحة الأجنبية طبعا، فنتمنى أن الوضع أنه يمشي يعني أنه هذه القبول ما تكون يعني تهدى كده، علشان لدينا مصالح كثيرة ونتمنى السلام للجميع. ويمكن زي ما كنت بقول لكم في الأول، في النهاية أنه سحب الأزمة الأوكرانية على ما يبدو هي ملبدة أكتر مما ينبغي، والتصعيد أصبح شديد ما بين كافة الأطراف. يعني احنا شفنا التصعيد الروسي على نطاق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشفنا أيضا الرد الآخر المزيد من التصعيد على مستوى التصريحات من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شد الحقيقة، يعني كم زي ما يسمى كده تنشن، الأوتار الأحبال جميعها مشدودة على أقصاها. نتمنى ان مفيش حاجه تتقطع والا ينفلت الموقف. ظلال هذه الازمه الاوكرانيه الروسيه بتخيم على اوضاع ايضا يعني كثيره على مستوى العالم. بالتاكيد احنا في مصر عندنا جاليتنا، يعني فبالتاكيد احنا بيبقى مهم عندنا ان احنا نطمن على الجاليه وعلى اوضاعها وعلى سيناريوهات التعامل مع الوضع ايا كان هيبقى ماشي ازاي. والله ربنا يسر الحال والامور هديت واستقرت والتعامل بقى هادئ خير وبركه. لا قدر الله ما حصلش، نبقى احنا عارفين ايه اللي هيحصل. بس اهم حاجه على الجميع أن يثق في أن مصر تواصلها مستمر مع ولادها في كل حتة في الدنيا. احنا معانا على التليفون الأستاذ أحمد محمد السعيد، وهو نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، أخبار حضرتك؟ احنا الحمد لله، طمنونا عليك ودي أهم حاجة. احنا الحمد لله بخير. أنا في البداية حابب أشكر حضرتك على التواصل، وحابب أذكر معلومات بسيطة عن الجالية المصرية في أوكرانيا. اتفضل. الجالية المصرية في أوكرانيا عددها يقدر بالألاف، معظمهم من الطلاب، فاحنا حابين ان احنا يعني نطمن الأهالي ان الوضع مستقر الى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. حركة الطيران بين مصر وأوكرانيا منتظمة، ما فيش اي حاجة نقدر نقول ان هي يعني تدعو للقلق الى الآن. كويس والحمد لله، ده ممتاز.
طيب تمام. احنا بالتأكيد كمان عندنا هنا في مصر جالية أوكرانية أيضا هم في منتهى الأمان، عايشين في مصر بقالهم يعني تقريبا حوالي 25 سنة دلوقتي، والأمور برضو مستقرة. سؤالي هو، لا قدر الله إذا زاد التوتر أو زادت حدة التوتر في هذه الأزمة، إيه هي السيناريوهات بتاعة جاليتنا في أوكرانيا، سواء إذا كانوا من الطلبة أو من غير الطلبة، من الناس اللي استقرت وعاشت وفتحت شغل وفتحت بيوت هناك؟ أنا حابب أطمن حضرتك وأطمن الجميع إن في تنسيق ما بين السفارة المصرية في أوكرانيا تحت رعاية السيد السفير الأستاذ أيمن الجمال، تمام، وزارة الخارجية المصرية والحكومة المصرية أكيد، والجالية المصرية في أوكرانيا. إحنا متابعين للموقف بشكل تام ومتابعين للأوضاع وتطور الأوضاع. لحد الآن مفيش على الأرض أي مشاكل، دي إحنا حابين نوضح إن دي مشكلة حدودية، يعني هي في المناطق الحدودية. أوكرانيا دولة كبيرة من حيث المساحة، ثاني أكبر دولة في أوروبا، تمام؟ يعني المحافظات الثانية اللي أغلبية المصريين مقيمين فيها، تمام؟ مفيهاش أي تطورات. في لا قدر الله في حالة إن الأمور هتتصاعد، هيبقى في توترات، هيبقى في كلام، في خطة به طبعا إن هو في عملية إجلاء. إحنا مصر أول دولة عملت تحرك إيجابي جدا وعملت حصر المصريين المتواجدين في أوكرانيا، تمام، تقريبا من أسابيع، تمام، وعندنا بيانات أغلب المصريين الموجودين في أوكرانيا، وإن شاء الله في حالة أي تطورات هيكون اكيد في مساعده في عمليه الاجلاء طبعاً. وهيكون في تواصل، وفي كمان احنا كجاليه مصريه، الجاليه المصريه في اوكرانيا البيت المصري، احنا ضفنا ارقام، تمام، على مدار الساعه ارقام للطوارئ، اي حد بيتواصل معنا احنا موجودين، والسفاره المصريه قامت بنفس الدور وفي رقم للطوارئ ومتابعين للموقف تمام. ولحد الان ما جاش ولا اتصال يعتبر أو طلب للنجدة أو أي شيء، لأن الأمور كلها مستقرة، السلع متوفرة، في أمان، الشرطة متواجدة، ما فيش أي حاجة نقدر نقول إن إحنا كمصريين مقيمين هنا على أرض أوكرانيا لاحظناها. لا، بإذن الله الأمور هتستمر بخير، يعني أنا حاسس أن التوتر مش هيزيد عن كده وهيتم نزع فتيل هذه الأزمة في القريب بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أحمد محمد السعيد نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أنا بس عايز أطمن كل أهالينا اللي ليهم أولاد بيدرسوا هناك في الجامعات الأوكرانية، أيضا كل أهالينا اللي ليهم أبناء أو بنات عايشين هناك في أوكرانيا ومستقرين.